طبعا. ماجد مجدي شرف الدين شاهين من وادي النطرون. حضرتك انا اول مره اجي ميدان التحرير، انا بقالي 3 ايام معتصم هنا، مضرب عن الطعام ومضرب عن النوم ومضرب عن كل حاجه، وانا بطالب بالمجلس العسكري وبطالب النائب العام ان هم يتنحهم. كفايه بقى، كفايه ظلم، كفايه فساد، كفايه خراب، كفايه البلد دي عانت، واحنا عانينا، واحنا استحملنا ياما. انا استحملنا 30 سنه، نستحمل سنه، نستحمل اثنين، احنا مش هنمشي من ميدان التحرير الا ما ناخد مطالبنا كلها. وما فيش فرق بين مسلم ومسيحي، ما فيش فرق بين طوائف، ما فيش فرق بين احزاب، احنا كلنا جايين لغرض واحد، احنا عايزين نشيل المجلس العسكري، عايزين نشيل النائب العام، عايزين حد ادنى الاجور، عايزين ان البلد دي تبقى نظيفه، عايزين الناس تبص للثوره زي ما بصت لها في 25 و28، الثوره دي تفضل دايما بعلى صورها وباحسن صورها. احنا ناس قاعدين معتصمين، لا معانا سنج ولا معانا مطاوي ولا بنتخانق ولا بنضرب ولا بنعمل مشاكل، مظاهره سلميه، واحنا بنطالب ان احنا مطالبنا تتحقق عشان نروح بيوتنا، عشان نروح نشطف، عشان نروح ننامهم. حرام يا جماعه، حرام، يعني احنا برضه ورانا اشغال، احنا مش فاضيين، والناس اللي بره برضه تقدر ان الناس اللي موجوده هنا. انا اول مره اجي ميدان التحرير، بس الناس اللي موجوده هنا، الناس دي ما بتهزرش، الناس دي اسر شهداء، الناس دي عانت، الناس دي تعبانه، الناس دي المفروض ان الشعب يحس بيها، المفروض ان في فلوس تيجي للناس دي، المفروض ان في مثلا 10 مليون مثلا مبسوطين وفي 70 مليون مش مبسوط. يا هاتوا 70 مليون جنيه من المليارات اللي انتوا واكلينها، فين الفلوس؟ فين البلد؟ البلد ما مدمره. انا سايب شغلي يا حاج وسايب بلدي وجاي اقف في ميدان التحرير بطالب. في رساله يا جماعه لازم نقدمها، في مطالب لازم تتحقق عشان نمشي وعشان البلد تشتغل وعشان البلد تقوم تاني. حضرتك انا مهندس كمبيوتر. انا ساكن في وادي النطرون. انا قاعد في وادي النطرون بحيره. شكرا. ماشي حاجه.